شو المواطنين شو تراكي غادي يطيح والناس كتكمل عليه كيتفرجوا والمفاجاه هو فاش غيتم الاعتقال ديالو غادي تكتشف الهويه ديالو. سماكم نبيل وزال الامين العام للمنظمه المغربيه لحقوق الانسان محارب الفساد. الامانه العامه تبعت عن كتاب لبعض التصرفات الغير مقبوله وكما شاهدنا وشاهدوا جميع المغاربه واحد الفيديو في نواحي ديال تطوان. واحد الشخص كيعتدي على واحد الدراكي في الشاطئ وهذا الدراكي اللي تابع المركز الترابي ديال ازلا اللي تابع سريه الدرك ملكي ديال تطوان. الخطير في الامر كنشوفوا مجموعه ديال المواطنين كيتفرجوا والدراكي اللي تعرض لمجموعه ديال الهجوم من طرف واحد الشخص. ولكن الخطير في الامر هو فاش تم بطبيعه الحال تم التوقيف المعني بالامر ولكن المفاجاه الكبيره هو هذا الشخص اللي تابع الجهاز ديال الوقايه المدنيه وراه تم الاعتقال ديالو. ولكن حنا كنتاسفوا على عدم الاعتقال المرافقين ديالو باش نشوفوا واحد الدراكي اللي كيزاول واحد المهام ديالو في اطار القانون. ولكن الدراكي كان حكيم رغم هذا السلاح ديالو ودافع على راسو في اطار القانون. ولكن باش نشوفوا اليوم هاد التصرفات اللي هي تصرفات صبيانيه التهجم على المؤسسات اش بقى المواطن. ولكن بكل صراحه اليوم الامانه العامه المنظمه المغربيه لحقوق الانسان ومحارب الفساد تلتمس من السيد وكيل الملك بمتابعه المعني بالامر باقصى العقوبات وكل تضامن مع رجال الدرك الملكي كل تضامن مع هذا العنصر. سي ماهر الخاطر في الامر الا شاهدتي الفيديو راه الدراكي وسط مجموعه ديال المواطنين وتعرض لمجموعه ديال الاعتداءات. راه كاين بعض المواطنين اللي اعتدوا على الدراكي وما تمش الاعتقال ديالهم. ولكن غير باش نعطي واحد التوضيح هاد الدراكي راه ما تابعش المركز الترابي ديال ازلا اللي تابع سريه التحق في اطار الدم. حنا كنا نتابع عن كتاب مجهودات ديال سيد القائد الجهوي بتطوان وسيد القائد السريه ديال تطوان وسيد القائد المركز الترابي المجهودات اللي كيديروا هاد الناس من اجل حمايه المواطن. ولكن اليوم نشوف هاد التصرفات اعتداء على دراكي وامام المواطنين للاسف الشديد. اليوم الملتمس ديالنا النيابه العامه بمتابعه المعني بالامر راه المعني بالامر ومع مع المرافقين ديالو. ولكن كنتاسفوا على بعض المواطنين اللي كانوا حاضرين وشافوا كيفاش الدار كيطاح وما العلم وقف وكيدافع على راسو. هاد الداركي كان شجاع اللي بكل صراحه الموقف ديالو اللي دافع على البذله ديالو ودافع المؤسسة ديال الدرك الملكي التي نكون لها كل احترام وتقدير. ولكن باش نشوفوا اليوم شخص كينتمي للوقاية المدنية وكيعتدي على دركي اش بقى على بعض المنحرفين للأسف الشديد. سي نبيل يعني انتم كأمين عام للمنظمة المغربية يعني كيفاش تلقيتوا هذا الفيديو يعني أول طير عليكم يعني واش كتبقى الصدمة بعد ما شاهدتوا هذا الفيديو يعني كانوا في واحد المشاهد يعني يخلوا المغاربة كامل أنهم يضموا بطبيعة الحال الفيديو مؤثر باش نشوفوا واحد العنصر ديال واحد الدركي وسط مجموعة ديال المواطنين وكيتم الاعتداء عليه من طرف واحد الشخص وحتى بعض المواطنين ما تنساوش دافعوا على هذا العنصر اللي كينتمي الى الوقاية المدنية وما دافعوش على الدراكي اللي هو ضحية ديال الاعتداء وضحية ديال الهجوم من طرف شخص خارج على القانون. ولكن عندنا الثقة في السيد وكيل الملك بالمحكمة ديال الابتدائية بتطوان وكل التضامن مع رجال الدرك الملكي وان شاء الله غادي ننزلوا واحد البيان غنصدروا واحد البيان باسم الامانه العامه تضامن مع هذا العنصر وغادي نلتمسوا من الجهات المسؤوله بالمتابعه المعني بالامر باقصى العقوبات. سيدي انتم كامين عام واش هذا السلوك هذا يقدر يشجع بعض الافراد خارج عن القانون انهم يطولوا على عناصر الدرك الملكي؟ ما تنساش مجموعه ديال الاعتداءات اللي على من طرف السلطات المحليه اللي كيتم الاعتداء على طرف السلطات المحليه وعلى الدرك الملكي وعلى حتى الامن الوطني. مجموعه ديال الاعتداءات في بعض المناطق وخذوا الجزاء ديالهم. ولكن باش نشوفوا اليوم هاد التصرفات اللي هي التصرفات الغير مقبوله من طرف هذا الشخص وكنزيد ناكد السي ماهر ونلتمس من النيابه العامه بمتابعه المعني باقصى العقوبات باش نشوفوا دراكي غادي يطيح والناس كتكمل عليه. اسمح لي حتى المواطن كيساهموا في هذه المسائل بعض المواطن كيساهموا هاد الدراكي من اجل الحمايه ديالنا. ولكن باش نشوفوا بعض الخارجين على القانون
كيعتاديو على المؤسسه ديال الدوله للاسف، والخطير في الامر هذا راه ضابط تابع للوقايه المدنيه للاسف.